كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء. كان عليه الصلاة والسلام يتفاءل ويعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. وكذلك كل كلمة حسنة، لكن إذا نزعت الروح يحصل هناك نوع من التيبس. إذا ترك الميت صار في جسدي يبوسة تعيق التغسيل أو تصعب التغسيل، ولذلك قالوا تليين المفاصل، والمقصود بها اليدين والرجلين، وذلك بأن يرد الذراع إلى العضد. يعني هذه الآن اليد ممدودة، رد الذراع إلى العضد، اقبضها إلى العضد، هذا تلين، فيرد الذراع إلى العضد، ثم يرد العضد إلى الجنب، هذا يرد إلى الجنب، يرد إلى الجنب. إذن التليين في حركتين في اليد: رد اليد إلى العضد ورد العضد إلى الجنب. ويرد الساق إلى الفخذ، ثم الفخذ إلى البطن، ثم يردهما قبل أن يبرد. إذن هذا موضعه قبل أن يبرد، يعني بعد الموت مباشرة، لأنه إذا برد بقي على ما هو عليه وصعب تغسيله فيكون مشتدا، لكن إذا لينت مفاصله صارت طيعة للغاسل عند غسله وعند تكفينه وربط الكفن، فتسهل مهمة المكفن والغاسل قبله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا لا أعلم فيه سنة، لكن دليله نظري، وهو ما فيه من تليين مفاصل الميت، وهذه مصلحة، ولكن يجب أن تلين برفق وليس بشدة، لأن الميت محل للرفق والرحمة.